مشاهدينا ومتابعينا الكرام، نتواصل مع حضراتكم مع انطلاقة الشوط 11 الخاص بفئة الزمول المحليات الصايل من مسافة 8 كيلومترات هي مسافة هذا الشوط. أرحب بهذه الشعارات المميزة والشعارات الجميلة، شعارات أصحاب السمو الشيوخ حفظهم الله ورعاهم من كل سوء ومكروه التي تزين عاصمة ميادين السباق، ميدان الوثبة لسباقات الهجن العربية الأصيلة. أسير مباشرة إلى المقدمة وإلى المركز الأول إلى شاهين من مؤسسة هجن الرياسة ومحمود بن محمد بن سالم الوهيبي البروفيسور متواجدا في قمة التحديات وفي المركز الأول. ننتقل مباشرة إلى المركز الثاني، أيضا هنالك المتواجد شاهين من مؤسسة هجن الرياسة يتواجد محمود بن محمد بن سالم الوهيبي، بينما المركز الثالث هنالك على ثالث التحديات بديع لسمو الشيخ زايد بن هزاع بن زايد آل نهيان يتواجد المضمر ناجم بن علي الغيلاني. من يتابع هذا الانطلاق على المركز الثالث، المركز الرابع يتواجد مشكور القادم من مؤسسة هجن الرياسة بقيادة البارع عيسى بن أحمد بن مايد الأخيلي، من يحتل المركز الرابع وخامس التحديات. هنالك مشكور أيضا من هجن الرياسة وعيسى بن أحمد بن مايد جدة الأخيلي يتواجد هنا على المركز الخامس. خمسة أسماء مميزة، خمسة شعارات جميلة، بينما المركز السادس يتواجد صوع لصاحب السمو الشيخ محمد بن راشد بن سعيد المكتوم محمد بن جمعة بالدبيلة الفلاسي مقدم لنا صوع على المركز السادس. المركز السابع يتقدم هنالك هملول من هجن الرياسة وظافر المضمرين علي بن جميل الوهيبي، والمركز السابع يتواجد هملول لسمو الشيخ أحمد بن سعيد بن راشد النعيمي فايز بن غفان بن حمد الجابري، من يتواصل هنا على مستوى المركز الثامن. تاسع التحديات، المركز التاسع هنالك شاهين لسمو الشيخ محمد بن خالد بن حميد القاسمي سهيل بن سالم بن سهيل العامري، من يحتل المركز التاسع. اكتفي بهذا القدر، اكتفي بهذه الاسماء واعود الى مقدمة الشوط. أعود إلى المركز الأول إلى شاهين وانطلاق شاهين على الصدارة من مؤسسة هجن الرئاسة يتواجد محمود بن محمد بن سالم الوهيبي على الصدارة وعلى المقدمة. المركز الثاني أيضا يتواجد شاهين بقيادة البروفيسور محمود بن محمد بن سالم الوهيبي المتواجد على المركز الأول، والمركز الثاني في سيطرة مبكرة على مجريات وتحديات هذا الشوط. المركز الثالث هنالك القادم على ثالث التحديات بديع لسمو الشيخ زايد بن هزاع بن زايد آل نهيان ناجم بن علي الغيلاني، من يتابع هذا التحدي على المركز الثالث، بينما المركز الرابع مشاهدينا ومتابعينا الكرام مشكور من مؤسسة هجن الرياسة مشكور على المركز الرابع من مؤسسة هجن الرياسة وعيسى بن أحمد بن مايد الأخيلي، وخامس التحديات أيضا هنالك مشكور بقيادة بارع المضمرين عيسى بن أحمد بن مايد الأخيلي يتقدم هذا الشعار المميز على المركز الخامس وسادس التحديات. صوع القادم بشعار صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد بن سعيد المكتوم والمضمر محمد بن جمعة بن عبيد بالدبيلة الفلاسي يأتي هنا سادسا، وسابعا هملول من هجن الرياسة علي بن جميل الوهيبي، من يتابع انطلاق هملول مع هذا التحدي الجميل والمميز. المركز الثامن، ثامن التحديات، يا سلام وصل هنا وتقدم شاهين
وصل هنالك شاهين على المركز التاسع لسمو الشيخ محمد بن خالد بن حميد القاسمي سهيل بن سالم بن سهيل العامري، والمركز التاسع هنالك هملول يتواجد بشعار سمو الشيخ احمد بن سعيد بن راشد النعيمي وراعم صيحه في المتابعه فايز بن غفان بن حمد الجابري. هذه النتيجه نعود بحضراتكم بعد ان اتممنا على مسامعكم النداء الثاني للمراكز المتقدمة الأولى. هنا انتصفنا المسافة، مسافة 8 كيلومترات، 4 كيلومترات انقضت وتبقى مثلها 4 كيلومترات، ولا زالت القيادة مع شاهين، مع البروفيسور، مع محمود بن محمد بن سالم الوهيبي. يا سلام يا سلام على المقدمة، على الصدارة، على المركز الأول. مشاهدينا متابعينا الكرام، من خلال هذا الانطلاق الجميل والمميز شاهين وشاهين شعارات هجن الرياسة المتواجدة هنا على المقدمة وعلى الصدارة. المركز الثالث، ثالث التحديات، يتواجد هنالك بديع لسمو الشيخ زايد بن هزاع بن زايد آل الهيان، يتقدم الآن على مستوى المركز الثالث. المركز الرابع هنالك المتواجد على رابع التحديات والمتقدم مشكور، مرحبا بك مشكور، القادم من مؤسسة هجن الرياسة. يتواجد هنالك البارع عيسى بن أحمد بن مايد الخيلي من يحتل المركز الرابع. المركز الخامس، خامس التحديات، صوع لصاحب السمو الشيخ محمد بن راشد بن سعيد المكتوم محمد بن جمعة بن عبيد بالدبيله الفلاسي، وايضا هنالك هملول من هجن الرياسه علي بن جميل الوهيبي. نعود بحضراتكم الى المقدمه، الى المركز الاول، الى الصداره، الى جسر العبور، الى جسر التحديات، جسر النواميس. يا سلام، شعارات هجن الرياسه المسيطره على المقدمه، المسيطرة على المراكز الأولى. شاهين وشاهين على المركز الأول من مؤسسة هجن الرياسة يتواجد هنالك على المركز الثالث. نتابع انطلاق بديع لسمو الشيخ زايد بن هزاع بن زايد آل نهيان ناجم بن علي الغيلاني، وأيضا مشكور بدأ يصل الآن مع هذه التحديات الجميلة والمميزة. وصل هنالك وتقدم بقيادة البارع عيسى بن أحمد بن مايد الخيلي، يتقدم الآن ينصل على المركز الرابع والمركز الخامس بينما سادس التحديات. هنالك المتواجد صوع لصاحب السمو الشيخ محمد بن راشد بن سعيد المكتوم محمد بن جمعة بن عبيد بن دبيلة الفلاسي. هذه النتيجة، أكتفي بهذا القدر، أعود إلى المقدمة، أعود إلى مقدمة الشوط مع انطلاق شاهين والبروفيسور محمود بن محمد بن سالم الوهيبي المتواجد هنا على الصدارة. راعي الذيبة يقدم لنا شاهين وشاهين بهذا الأداء المميز والجميل. المركز الثالث هنالك بديع لسمو الشيخ زايد بن هزاع بن زايد آل نهيان ناجم بن علي الغيلاني، أحد النجوم يتقدم الآن على المركز الثالث. المركز الرابع مشكور من هجن الرياسة، يتقدم هنا البارع عيسى بن أحمد بن مايد الخيالي، وصل في هذه اللحظات على المركز الرابع. المركز الخامس هنالك يتقدم في هذه اللحظات صوع القادم، وأيضا المركز السادس يتواجد ظافر المضمرين علي بن جميل الوهيبي. يا سلام، وصل في هذه اللحظات بمتابعة دقيقة هنا على مستوى المركز السابع، ولكن نعود إلى الصدارة، نعود إلى المقدمة، نعود هنالك إلى مقدمة الشوط. يا سلام، راعي الذيبة على المركز الأول، على الانطلاق الأول يقدم لنا شاهين المسيطر على المركز الأول.
المركز الثاني ايضا يتواجد شاهين من هجن الرئاسه ومحمود بن محمد بن سالم الوهيبي. المركز الثالث متواجد بديع في دائره التحدي ودائره المنافسه لسمو الشيخ زايد بن هزاع بن زايد ال نهيان ناجم بن علي بن راشد الغيلاني. المركز الرابع صوع بدا يتحرك الان، صوع بدا يتقدم لصاحب السمو الشيخ محمد بن راشد بن سعيد ال مكتوم ومحمد بن جمعه بن عبيد بالدبيله الفلاسي مضمر صوع ومتابع ومساير صوع. هنالك مشكور على المركز السادس والمركز السابع هملول من هجن الرئاسه، ولكن الصداره المقدمه المركز الاول شاهين السلاله الشاهينيه التي فرضت نفسها في كل زمان ومكان، محمود بن محمد بن سالم الوهيبي ومن لعاده ما خلاها. يا سلام يعود هنا البروفيسور على المركز الاول والمركز الثاني شعارات هجن الرئاسه المسيطرة على المراكز الأولى. المركز الثالث حذاري من بديع لسمو الشيخ زايد بن هزاع بن زايد آل نهيان ناجم بن علي الغيلاني، وأيضا مشكور على المركز الرابع من هجن الرئاسة عيسى بن أحمد المايد الأخيالي، ولكن الصدارة المقدمة الانطلاق الأول هنالك شاهين من هجن الرئاسة محمود بن محمد بن سالم الوهيبي. يا سلام الوهيبي على الصدارة على المركز الأول، ولكن مشكور بدأ يتحرك الآن انطلق مشكور والقادم هنالك بديع وصوع، ولكن القيادة الريادة مع محمود مع البروفيسور محمود بن محمد بن سالم الوهيبي. مشكور البارع يقدم لنا مشكور الامتار المجنونه منطقه الثيل منطقه النواميس. يا سلام لمن الفوز والانتصار، يا ترى للبروفيسور البروفيسور ينطلق الان محمود بن محمد بن سالم الوهيبي شاهين. تهانين والناموس لهجن الرئاسه. المركز الثاني وصل مشكور من اجل الرئاسه، المركز الثالث شاهين من اجل الرئاسه، المركز الرابع بديع لسمو الشيخ زايد بن هزاع بن زايد ال نهيان، وخامسا صوع وصل لصاحب السمو الشيخ محمد بن راشد بن سعيد ال مكتوم. هكذا مشاهدينا ومتابعينا الكرام انتهت مدريات وتحديات هذا الشوط. تهانينا وناموس لهجن الرئاسه وللبروفيسور محمود بن محمد بن سالم الوهيبي. هنا لحظات الاعاده، لحظات الفوز والانتصار، والتوقيت الزمني 13 دقيقة 31 ثانية 9 أجزاء من الثاني. تهاني والناموس. المركز الثاني وصل مشكور من هجن الرئاسة 13 دقيقة 32 ثانية 6 أجزاء من الثانية. المركز الثالث وصل شاهين من هجن الرئاسة محمود بن محمد بن سالم الوهيبي 13 دقيقة 33 ثانية 5 أجزاء من الثانية. تهانينا والناموس. بك اللهم نبدأ على بركته نتوكل منه دائما وأبدا طلب